فمذ كنت طفلا عرفت الحسين منارا إلى ضوئه أنتمي، ومذ كنت طفلا وجدت الحسين ملاذا بأسواره أحتمي، ومذ كنت طفلا عرفت الحسين رضاع وللآن لم أفطمي. وهذا شاهدك يا حسين موجود، بقى مجدك ومجد أعداك زايل، لمن قاص دينك هالملايين والمن فارش القاع العوايل، نور بحضرتك يطلع بالغروب شمس وتطل ظهرها للسنابل. مشاهدينا الكرام، حياكم الله بحلقة جديدة من برنامج الوسم، الحلقة التي سوف تكون مخصصة على الزيارة الأربعينية واللي صار بالزيارة الأربعينية والناس والملايين اللي جت من كل نقطة في بقاع العالم لأداء الزيارة الأربعينية. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وفقرة فيس تو فيس، ابقوا معنا لا تذهبون بعيدا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الوسم. موضوعنا الأول في هذه الحلقة هو موضوع العدد الكلي اللي وصل إلى كربلاء المقدسة، عدد الزوار اللي اجوي من محافظات العراق واجوي من بلدان العراق واجوي من كل البلدان اللي الجارة، الدول الجارة او الدول اللي هي ممكن بقارات اخرى، من اوروبا، من امريكا، من استراليا، من الصين، من كل نقطة من بقاع العالم جت الزوار وزارت. هذه اول زيارة ممكن هي بعد كورونا، لانه السنتين الماضيتين كانت كورونا تشغل الناس، كانت الطرق مغلقة، رغم هذا الناس كانت تجي وتزور. العدد الكلي حسب الإحصائية اللي نشرتها العتبة العباسية المقدسة، عدد الزوار أكثر من 21 مليون زائر، 21 مليون زائر من كل أنحاء العالم ومن العراق ومن الدول الجارة جوي الكربلة، 21 مليون زائر. هذا الرقم اللي ممكن لو تروح تلف الكرة الأرضية والكواكب التسعة ما راح تشوف عدد من الناس يذهب إلى زيارة معينة أو إلى حدث معين بهذا الكم والعدد. 21 مليون نسمة دخلوا إلى محافظة، 21 مليون نسمة أكلوا وشربوا وباتوا وزاروا ودعوا وصلوا بمحافظة، 21 مليون نسمة لو تخليهم في بعض الدول ممكن ما يلقون مجال للوقوف، بينما استقبلتهم محافظة واحدة وهي كربلاء المقدسة. هذا العدد وهذا الرقم اللي هو بازدياد بالسنوات السابقة، بدينا من 6 مليون إلى 10 مليون إلى 14 مليون إلى 19، اليوم وصلنا 21 مليون، وبالسنوات اللي جاية ممكن راح يصير العدد أكثر، كله بفضل بركات أبو عبد الله الحسين. الناس تجي تزور، شيعة أمير المؤمنين من كل أنحاء العالم تجي تزور، وكل ما تجي سنة تلقى كربلة وطرق كربلة متوسعة أكثر، الفنادق أكبر، المواكب أكثر، كل ما تجي. خلينا نشوف موضوعنا الأول وتفاصيله والتعليقات وماذا كانت ردود فعل الناس. العدد الكلي لزائري الأربعين بلغ 21 مليون و198 ألف و640 مليون نسمة، 21 مليون و198 ألف و640 مليون نسمة، هذا العدد الكلي. التعليقات كانت، محمد يقول هذا لا يحدث في أي دولة سوى العراق، هذا شيء ثمين، يجب أن يستثمروا هذا العدد وجعله سياحة رئيسية معتمدة لدى الدولة، والاهتمام بها مثل الحج عند السعودية سيكون دخلا كبيرا للدولة والناس. أنا أوافقك الرأي بجزئية وبجزئية أخرى لا، يعني أستثمر هذا العدد بالزيارات العادية للمراقد المقدسة ممكن،
لكن بالزيارة الأربعينية لا تناقشني ولا تناقش أي عراقي بهذا الموضوع. ما لا أنا أستثمر الزيارة، الناس جاية لأبو عبد الله أنا أستثمرهم وأخذ منهم فلوس؟ لا مستحيل. بس بالأيام العادية بالزيارات العادية ممكن واحد يقول يسميها سياحة دينية، ممكن يجون يزورون هاي السوالف، بس ما لا أنا أخذ منه بيوم الزيارة الأربعينية لو بيوم هاي نقطة وشيلها من بالك، مستحيل هاي تصير. يعني جايك من مكان، احنا نتشرف بأن أبو عبد الله الحسين مدفون بالعراق وموجود مرقده بالعراق، زين لنا الشرف، احنا البلد الوحيد اللي يمكن الله حاميه بالمراقد المقدسه اللي بيه، البلد الوحيد اللي ما يضربه زلزال، البلد الوحيد اللي ما يصير بيه فت كارثه طبيعيه او شيء، نعمه من الله بفضل وجود المراقد اللي عندنا. زين علي يقول مو مهم العدد، المهم احياء الشعائر. اللهم يتقبل من الجميع، الله يسمع منك يا علي. مرتضى يقول لن تمحو ذكرنا اعداد الزائرين للسنوات السابقه، سنه 2016 1438 هجريه 11,210,367 مليون نسمه، سنه 2017 1439 هجريه 13,874,818 مليون نسمة، سنة 2018 1440 هجرية 15,322,949 مليون نسمة، 19 أيضا 15 مليون والعدد ازداد، سنة 2020 14 مليون العدد تراجع بسبب كورونا، سنة 2021 رغم وجود كورونا ولا تزال هي خطرة لكن الناس قدرت تتغلب عليها، رجع العدد إلى 16,327,542 مليون نسمة. سنة 2022 هاي السنة 21,198,640 نسمة، مليون نسمة. هذا العدد اللي مثل ما قلت لكم العدد المفرح اللي ما تلقاه مستحيل. 21 مليون يا اخي تحس بفخر، تحس انه هذا الانجاز البشري الديني العقائدي ما موجود بالعالم بس عندنا. ماكو قنوات اشتغلت، ماكو قنوات يعني غربيه سلطت الاضواء، وراح نتحدث بهذا الموضوع في فقره يوتيوب، ولكن قنواتنا المحليه، مواقعنا، سوشيال ميديتنا، سوالفنا، ستورياتنا، البث المباشر، كلها نقلت الموضوع. زين خلي يشوف العالم الثاني. المهم خلينا نكمل التعليقات. مصطفى يقول اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، اللهم زد وبارك على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم السلام، السلام على سيدي ومولاي أبا الفضل العباس عليه السلام. عقيل يقول رب يحفظ الزوار جميعا، بس بصراحة أتوقع العدد أكثر بهواي، واحتمال يعبر 30 ممكن. يعني أنا هم شاك بهذا الرقم، بس بعد هذا اللي قدروا يحسبوه، اللي ما قدروا يحسبوه بعد ما اللي إجا ورجع بعد هاي ممكن ما نحسب، هم أيضا بالملايين. زين هذا البيان اللي نزلته العتبة اللي هو بإحصائية الزوار، واللي بي ايضا الاحصائيه مال السنوات اللي راحت مثل ما قلت لكم، العتبه العباسيه جمهوريه العراق ديوان الوقف الشيعي، العتبه العباسيه مكتب الامين العام، مثل ما تشوفون 21 مليون، وهاي الاعداد مال السنوات اللي راحت. هذا البيان اللي نزل 17/9/2022، البيان اللي نزل حول العدد الكلي للزيارة الأربعينية مثل ما شفتوا. هذا كان موضوعنا الأول في موضوع العدد الكبير والهائل اللي أجى من كل أنحاء العالم للزيارة الأربعينية. هذا العدد اللي مثل ما تشوفون ومثل ما تعرفون ما موجود بأي بلد بالعالم. موضوعنا الثاني في هذه الحلقة هو موضوع أيضا مختص بهذا الموضوع وبصلب الموضوع أيضا، الخدمات الطبية اللي
تكون موجودة، لازم هي تكون موجودة للناس والزوار حتى يقدرون يوفون العدد الكافي. 21 مليون يحتاج لهم أقل شيء فد مليون واحد حتى يعالجهم. إذا صار بواحد تخربط، واحد تمرض، واحد راسه قام يوجعه، واحد ما أعرف شنو، يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى دواء. العتبة الحسينية تقول تقدم خدمات طبية لي 1,200,000 زائر من خلال 6 مستشفيات و20 مفرزة و3,000 طبيب وممرض ومتطوع في الزيارة الأربعينية. يعني 1,200,000 شخص احتاج للعلاج وتم علاجه من خلال 6 مستشفيات و20 مفرزة طبية و3,000 طبيب وممرض. خلينا نشوف الموضوع وتفاصيله ونحكي بيه أكثر ونشوفكم العدد ونشوفكم تعليقات الناس شنو كانت. العتبة الحسينية المقدسة تقدم خدمات طبية ل1,200,000 زائر من خلال 6 مستشفيات و20 مفرزة و3,000 طبيب وممرض ومتطوع في زيارة الأربعين. يعني 1,200,000 شخص احتاجوا للعلاج ولقوا العلاج هذا موجود. نعمة وخير وبركة. خلينا نشوف التعليقات. يقول لبيك يا حسين، مأجورين إن شاء الله، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء، أحسنتم أجركم على الحسين عليه السلام، موفقين لخدمة زوار الحسين أبا عبد الله عليه السلام. سيد حسين يقول الله يبارك جهود الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة بحق محمد وآل محمد. عبد الله يقول تعجز الكلمات والوصف بحقكم، هنيئا هذه الخدمة والتي أبهرت العالم بأكمله، الله يوفقكم ويشفع لكم الحسين عليه السلام يوم الورود مأجورين. أمي كل الوجود تقول الحمد لله والشكر، وإن شاء الله كل سنة وكل عام تنعاد علينا هذه المناسبة ونبقى خدام لابن الزهراء. الأستاذ مالك يقول الجهود الجبارة للعتبتين المقدستين كانت واضحة للعيان. هذا كان موضوعنا الثاني في فقرة فيس تو فيس، اللي هو موضوع الخدمات والمستلزمات الطبية اللي وفرتها العتبة الحسينية للزوار. قد يسأل سائل، 21 مليون نسمة لازم يراد لهم أكل وشرب وطعام واحتياجات وأمور خاصة، وهذا هو موضوعنا اللي راح نتحدث فيه. هذول 21 مليون بس من العتبة الحسينية، من غير المواكب ومن غير البيوت ومن غير اللي الناس اللي جايبة أكل وياها، بس العتبة الحسينية قدمت في الزيارة الأربعينية أكثر من 5 مليون وجبة طعام. 5 مليون وجبة طعام في مضيف الإمام الحسين عليه السلام للزائرين. قلت لكم بالحلقة السابقة العتبة العباسية قدمت 1,000,000 وجبة طعام، هسه العتبة الحسينية مقدمة، طبعا هذا 1,000,000 كان في يومها، يعني بقت العتبة تقدم العتبة العباسية، هسه العتبة الحسينية مقدمة أكثر من 5 مليون وجبة طعام. هذا من عدد، يعني من عدد المواكب ومن عدد الناس اللي كل واحد عنده موكب أو البيوت والأهالي اللي موجودة بكربلة. 5 مليون وجبة طعام اشتغل بيها كم شخص، احتاجت كم عدد من المال، احتاجت كم عدد من المواد الغذائية. 5 مليون وجبة طعام
بس يعني هم 21 مليون، 5 مليون من عندهم العتبة قايمة بواجبهم ومكلتهم وشربتهم وقعدتهم. الباقي المواكب، احكي لي العدد قد مقدمين المواكب اذا بس العتبة 5 مليون. يعني والله اريد انا احكي، اريد اكرر بهذا الموضوع، عمي الله بالخير، لو تفر الدنيا كلها شمالها بشرقها بغربها بجنوبها وين ما تروح ما تلقى زيارة بها 21 مليون، هاي ماكو. ما تلقى عتبة توزع 5 مليون وجبة طعام، هاي ماكو. ما تلقى هذا العدد الهائل من المواكب، ماكو. ما تلقى هذا العدد من الأطباء، ماكو. مستحيل. خلي نشوف الموضوع تفاصيله والتعليقات وماذا كان رد فعل الناس. أكثر من 5 مليون وجبة طعام قدمها مضيف الإمام الحسين عليه السلام للزائرين. 5 مليون، 5، هذا العدد الكبير جدا. سيد حسين يقول اللهم صل على محمد وآل محمد. الله يديم بركات الإمام الحسين عليه السلام ويبارك جهود الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة بحق محمد وآل محمد. مصلح سخي يقول أعظم الله لنا ولكم الأجر والثواب باستشهاد سيدي ومولاي الإمام الحسين عليه السلام والإمام أبا الفضل العباس عليه السلام. زيد يقول مأجورين، الله يحفظكم بحق الحسين الشهيد عليه السلام. فيض الزهراء تقول اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. موفقين ومأجورين بحق الزهراء البتول. أمينة تقول بركة الحسين سبحان الله. أما عذراء تقول اللهم صلي على محمد وآل محمد، الصحة والعافية يا رب. هذا كان موضوع أيضا يخص الطعام والشراب اللي تقدم بالزيارة الأربعينية. 5 مليون وجبة طعام، هذا الرقم اللي لو فريت الدنيا كلها مستحيل أنه تلقاه. أكو شغلات أخرى ساهمت بإنجاح الزيارة الأربعينية، هاي الشغلات اللي راح نتحدث بها بموضوعنا الحالي. الكهرباء، طبعا هي هذا الموضوع بشقين، شق يعني إلهي. في يوم العاشر من محرم الحرام كانت درجات الحرارة قبل يوم العاشر بالنهار 52-51، بالليل 46-47. فجأة بين ليلة وضحاها في يوم العاشر الناس لأنه راحت الكربلاء وزيارة درجة الحرارة بالنهار صارت 46-45-44 وصلت، وبالليل 36-35 وصلت في يوم العاشر. حتى كنت موجود أنا وشفت، حتى نشرت بالستوري مالتي بالإنستغرام، قلت يا سبحان الله البارحة كانت درجة الحرارة 52، مستحيل تنزل هذا النزول الفظيع خلال يوم وليلة، بس هي بركات الحسين عليه السلام. بيوم وليلة درجات الحرارة انخفضت بشكل مخيف مفاجئ للجميع. موضوعنا هو موضوع الكهرباء. الكهرباء أنا قلت لكم شقين، شق إلهي إنه درجات الحرارة نزلت وهبطت وصارت مو بذاك الحر ومو بالخمسينات، زين، فهذا يساهم بأنه الكهرباء تبقى شغالة وما تنفجر ولا تطق ولا يطفونها هواية ولا شيء. والشق الثاني اللي هو شق الوزارة، أنا اللي أرفع لهم القبعة، اللي أنا ببغداد مو بكربلة وصار لها 7 أيام يمكن ما رمشت الكهرباء عندنا، زين، فما بالك بكربلاء. فالكهرباء أول مرة الشعب العراقي راح يشكر وزارة الكهرباء من خلال التعليقات اللي راح تشوفوها، لأنه بقت الكهرباء مستمرة طول فترة الزيارة. تقول وزارة الكهرباء تعلن نجاح خطتها الخدمية الكاملة
لتأمين زيارة الأربعين وخدمة المواطنين. أول مرة راح تشوفون ناس تمدح بوزارة الكهرباء، كلها ببركات الإمام الحسين. علي يقول شني وعلي صار 5 أيام ولا رمشة الوطنية عندنا. يوم تقول شي صار لو تبقى هيك الكهرباء للأبد. محمد يقول بارك الله بجهود جميع المشاركين لما بذلوها خدمة لزوار الإمام الحسين عليه السلام. الناس تمدح وزارة الكهرباء لأول مرة بالتاريخ، صار 20 سنة ما حد مادح وزارة الكهرباء سابقا. ظاهر الميال يقول صراحة أكثر وزارة نجحت خطتها بهذه الزيارة هي الكهرباء، خصوصا في النجف وكربلاء، جهود موفقة ومشكورة. أنا من وزارة الكهرباء هسه أخذ هذا التقرير وأنشره أمي صفحة الأول مرة بحياة وبالتاريخ الوزارة المدح من خلال الشعب العراقي. زين رعد يقول بارك الله بجهود كل الموظفين الذين استمروا بالدوام خلال الزيارة، ألا يستحقون توجيه كتاب شكر وتقدير لهم من مجلس الوزراء؟ كتاب شكر وتقدير لهم من الله سبحانه وتعالى إذا ماكم من مجلس الوزراء يا مينا أو ما أعرف شو اسمك. طبعا مشاهدين الكرام هذا كان آخر تعليق عندنا في موضوعنا، موضوع الزيارة الأربعينية والكهرباء اللي بقت مستمرة رغم أنه اللي صار من احتياج الكهرباء هو فظيع وكبير جدا. 21 مليون كلهم يردون يشحنون تليفوناتهم، يردون يسبحون، يردون يغسلون، يردون كل شيء، يعني 21 مليون بمحافظة واحدة. فالله يساعد الكهرباء. مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام فقرة فيس تو فيس، فاصل قصير وفقرة ترند تيوب، لا تذهبون بعيدا. حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام. عندما تنتهي الخدمة ويعود الزائرين والخادمين إلى منازلهم، أيام خدمتنا انتهت وكل من يعود الدارة. العتبة الحسينية نشرت مقطع فيديو، مجرد ما أن تشوف أنت شعر جلدك يكزبر، شلون الناس رجعت وخلصت الزيارة، يعني الاشتياق الموجود للزيارة أنه الناس مقهورة لأنه الزيارة خلصت وانتهت. عنده استعداد يبقى سنة كاملة هو يخدم الزوار، عنده استعداد يبقى سنة كاملة يمشي. خلينا نشوف الفيديو اللي انتشر بصورة كبيرة جدا. هذا الفيديوهات ما يشعر بها فعلا إلا الخادم الحقيقي اللي من تنتهي الزيارة يلم الغراض، يفلش الموكب، يرجع الغراض، يرجع. هذا الطريق اللي هو يرجع بيه ومحمل غراضه وراجع. فد شعور يجيب، يعني شعور رهيب جدا. زين يظل يحسب الساعات والايام على مود يرجع السنه الجايه الزياره. زين كل هذا اللي تشوفوه بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وببركة الإمام الحسين. زين المواكب تزيد، الخدمة تزيد، الزوار تزيد، الطعام يزيد، الشراب يزيد، كل شيء بالدنيا جاي يزيد، كل شيء بالزيارة جاي يزيد. زين أكو سر إلهي بهذه الزيارة، بهذا التجمع البشري المليوني اللي عبر حاجز 21 مليون. هذا العدد اللي انحسب واللي ما انحسب ممكن يفوق هذا العدد. زين لحد هذه اللحظة كربلاء هي يعني مكتظة بالزائرين. زين وراح نشوف هسه ايضا هذه الصورة، هذه صورة مباشرة من كربلاء مثل ما تشوفون. زين اتمنى ناخذها اذا نقدر على العامة. زين هذه الصورة مشاهدين الكرام، هذا العدد لحد الان موجود في كربلاء. يعني انتهت الزيارة الأربعينية، رجعت الناس إلى منازلها، لكن أكو ناس بقدهم ممكن بعدهم موجودين. ما هو السر؟ ما حد يعرف. هذا السر هنا يكون بين الحرمين،
بالضريح بالصحن. هذا هو السر. هذه صورة مباشرة حاليا من كربلاء. ايش قد ما رجعت الناس، ايش قد ما اللي من خارج رجعوا البلدان، هم اللي من المحافظات رجعوا، لكن اكو بعد ناس انتهت الزيارة. اليوم 41 او 42 انتهت الزيارة، لكن بعدها الناس تزور واقتضى الناس. زين، هاي صور مباشرة مثل ما نوهت لكم، هاي صور مباشرة من كربلاء المقدسة، صور حية ولقطات حية من كربلاء للزيارة الأربعينية. بعد ما انتهت الزيارة وبقت الناس وبقت هاي الحشود المليونية. زين، نسأل الله أن يوفق الجميع وأن يعودوا إلى بيوتهم سالمين غانمين. خلينا نشوف تعليقات الفيديو اللي أظهرناه بالبداية، فيديو عودة الزوار. تقول عراق الخير: تعجز الكلمات والمعاني عن التعبير، خدام الحسين عليه السلام رفع الله مقامكم وأعلى شأنكم وبارك الله بكم. معبودي تقول: لكم الأجر والثواب وجزاكم الله خير الدنيا والآخرة، ونسأل الله تعالى العودة إلى طريق خدمة الإمام الحسين عليه السلام، ورب يحفظكم جميعا. لبيك يا حسين تقول أو يقول صاحب الحساب: مأجورين إن شاء الله، تقبل الله منا، تقبل الله أعمالكم، كل التوفيق أجركم على الحسين عليه السلام، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء، أحسنتم. أما خادمة العترة تقول: مأجورين إن شاء الله يا رب بحق الإمام الحسين عليه السلام. هذه كانت تعليقات. وأيضا جنة كربلاء تقول: حفظكم الله وتقبل الله وسيد الشهداء خدمتكم، لكن خدمة الحسين لم تنتهي بوقت معين. تربيتك لأولادك تربية صالحة هي خدمة، إخلاصك في عملك هي خدمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خدمة، التزامك بالصلاة وجميع الأركان هي خدمة، وجعل منهجك في الحياة رأس الحكمة مخافة الله هي أفضل خدمة نقدمها لسيد الشهداء السلام، سيد الشهداء عليه السلام. تعليق جميل جدا، أحسنت بارك الله بك. هذا كان الفيديو الأول اللي أتناولناه في موضوع أو فقرة ترند تيوب. الفيديو الثاني قد يسأل: أين القنوات العالمية والصحف من الزيارة الأربعينية؟ نشاهد. تقول له: وين البي بي سي، وين الاس ان ان السي ان ان عفوا من نقل وقائع الزيارة؟ قلتها سابقا، لن نحتاج الى ان نثبت للعالم مدى حبنا لامامنا والى اهل بيتنا وللزيارة بالتحديد. ما نحتاج ان نثبت للعالم، ولا نحتاج تجي العالم تصور ان نشوف هذا الشيء، لا ما نحتاج. عندنا قنواتنا، عندنا مواقعنا، عندنا صفحاتنا، عندنا السوشيال ميديا، عندنا كل شيء موجود يسخر في وقت الأربعين. وأنا واحد من الناس، برنامجي هو مو برنامج ديني، برنامجي يخص الترندات، لكن الحدث الآن هو الزيارة. تحول البرنامج إلى الزيارة الأربعينية. الحدث الأبرز بالعراق هو الزيارة الأربعينية. برنامج ترندات فيتحول إلى الزيارة الأربعينية. ما يحتاج روح للقاضي، ولا يحتاج مهنية عالية، لا لا لا، يحتاج واحد يفكر بالعقل. قنوات ما تنقل هذا الشيء لأنه تتعارض ويا صالحهم. كيف ينقلون زيارة لشيعة أمير المؤمنين 21 مليون كلهم ينادون لبيك يا حسين وبانتظار الظهور، الله فرجه وسلاه مخرجه، بانتظار الظهور؟ أكيد راح يغيظهم هذا الشيء، أكيد راح تنضرب مصالحهم بهذا الشيء، طبيعي، بديهيات هذا الموضوع. خلينا نشوف تعليقات الفيديو ماذا كانت هذه الزيارة التي أتت من نيويورك. طبعا التعليقات، أين التعليقات؟ تقول أو يقول أبو نادر:
طفل بالمغرب سقط في بئر، انشغل الإعلام العالمي 3 أيام، لكن مسألة تجاهل الزيارة عمل مدروس ومخطط. تعليق آخر يقول: تعارض أجنداتهم، تعارض أجنداتهم. تعليق من أبو مصطفى يقول: هل توثق قنوات الاستكبار أن هذا الذي يجري في العراق كربلاء يمهد لدولة العدل الإلهي الإمام المنتظر أجل الله فرجه وسأل الله مخرجه، وكل أساطيل وقوات أمريكا والغرب وإعلامهم هو كيف يتمكنون من التصدي لدولة العدل الإلهية لحفيد الحسين عليه السلام؟ هي إعلامها يمارس التعتيم والتضليل، الخداع وشن الحروب بكل أشكالها. تعليق آخر يقول: السلام على الحسين وعلى أخيه أبو الفضل العباس بن علي، السلام على أم المصائب زينب. هذه كانت تعليقات الفيديو اللي انتشر عندنا بصورة كبيرة جدا. هو فيديو الامرأة اللي تقول: أين القنوات من نقل الزيارة الأربعينية؟ أين القنوات من هذه الزيارة وهذه المناظر اللي نشوفها؟ وينهم؟ تتساءل. ما موجودين القنوات، موجودة قنواتنا. خلينا نشوف الفيديو الآخر اللي موجود عندنا وأيضا نرجع ونسولف. هو التألق، هنيئا لكم. شاب كويتي عندما رأى هذه المناظر قرر أن يخرج هاتفه النقال ويسجل فيديو ويبث هذا الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي. لم يتدارك نفسه، فكر بالموضوع، رأى أن ما رآه هو معجزة، معجزة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، معجزة الناس اللي من جيبها تطلع وتضم وتصرف على مود الزيارة الأربعينية وعلى مود خدمة زوار أبو عبد الله الحسين. يقول: التقدم مو بالعمارة اللي يتوقع والناطحات السحاب، ولا بالآيفون، ولا بهذا التطور. التقدم أنه أنت شلون تتقدم إلى الله، التقدم أنه أنت تتقدم بنفسك وتثوب وتضحي بكل ما تملك. انت اليوم هذا اللي ابو الموكب اللي يطلع من جيبه وينطي ويسوي ويثوب على مود الناس تاكل، ما تلقاه بيوم عادي، ما تلقاه، ما تلقاه بواحد يجي يطي الناس ياكلون، ما تلقاه. بس بالزياره تلقاه يطلع من جيبه يجيب اكل، يسوون اكل وتجي الناس تاكل. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو. يقول أبو أحمد السلطاني: بارك الله فيك أخي بهذا الشعور الجميل، نسأل الله تعالى أن يرحم ويوفق الجميع من أهل العراق وشيعة أمير المؤمنين وكل المحبين. تعليق من إيليا تقول: مأجورين، سلمت لجميل ما قلت من طيب كلام بحق خدام الإمام الحسين عليه السلام. سعود يقول: هنيئا لكم يا عراقيين، عظم الله اجوركم. منال تقول: هذا كله تمهيد لدولة الإمام المهدي إن شاء الله التي ستكون في العراق ويقصدها جميع سكان الأرض. هنيئا لمن يتشرف بخدمة إمام زمانه وخدمة ضيوفه في ذلك اليوم، كما تشرفنا بخدمة ضيوف جده الإمام الحسين عليه السلام. اللهم اجعله بعين إمام زماننا وبعين الزهراء، وارضى عن شيعة الزهراء يا رب. أبو أمين الخفاج يقول: عظم الله لكم الأجر والثواب، كلمة حق نعم، لكن قليلة بحق خدمة الحسين وآل بيته وأصحابه المنتجبين، وكل هذا قليل لمن أمرنا الله بمحبتهم وطاعتهم. قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذا كان تعليق أبو أمير. الفيديو اللي شفته هو فيديو لشاب كويتي قال ما قاله في فيديو.
عندنا فيديوهات ايضا اخرى، خلينا نشوف الفيديو اللي بعده وايضا نسولف عليه. اخذ رخصه من اخي يوم نزل للميدان، اوصاته من المخيم يا قمر عدنان على وبالحسين المو بقد حسين، صوت من المخيم يا قمر عدنان على وبالحسين المو بقد حسين، وين اليوم حرم تمام طلع لسان وشايل رايته ومدخن العباس عركه وشب الحدر سرفن الهردان، قال اليوم احط نيشان مو بالجيش وبوجه ما يريد اليوم احط نيشان، قال اليوم احط نيشان مو بالجيش وبوجه ما يريد اليوم احط نيشان، الشط من شاف الكافل ضم شوف رجال، شط من شاف الكافل شوف رجال، شط من شاف الكافل وانا خادم خادم. هذا الفيديو هو من البث المباشر اللي كان يتقدم عبر قناة الأيام الفضائية. طبعا تحية للزميل علاوي أحمد اللي كان موجود وينقل وقائع الزيارة، وأيضا كل تحية للزملاء ظفار علي ونور العلي وعباس رشيد اللي نقلوا الزيارة، وأيضا كاظم الحاوي وفلاح القرعاوي اللي نقلوا الزيارة من كل محافظات العراق، تحية لهم كبيرة جدا. وهذا الفيديو أيضا كان من الزيارة. زين خلينا نشوف الفيديو اللي بعده أيضا اللي الحجية اللي تهوس بالشفشير وتقولاني ما أمل ولا أكل. إن شاء الله. والله ظهر سويني مرقة بامية وتمن، مرقة بامية وتمن، هسه سويني تشريب بدي شوي سوي كبة والقاسم الله. على مدار ياسر احنا من 2007 متواصلين نفس الخدمة الحمد لله والشكر، ونتمنى يزيد بعد، ونتمنى ما تبقى صبح ايام وثمانتين، انا اتمنى تبقى شهر واخدم الزوار بعيني ما دام جاي لابو السجاد والله العظيم، او تفشير وياي وارحب الجاي واهلا وسهلا بكل زائر، كان سني وكان شيعي وكان كردي، كل احنا ربنا واحد وديننا واحد ونبينا محمد، والحمد لله والشكر لان حبنا الحسين. ايش اقول لك يعني ما اقدر اوصف لك، ايش ما يعني ما يوصف حب الحسين، واحنا بالنسبه لنا نسوان يعني عايز زينب، زينب مظلومه ما بتعيني زينب، هسه احنا ايش ما نسوي يعني ما نوصل، ايش اقول لك ليش دام زينب ما نوصل لها والله العظيم، ايش ما نسوي وايش ما نخدم الزواج ما نوصل، ايش اقول لك بعد عندك قوله قلتيها من الساعه على الزوب وياك. ايوه ما اثرها ما اريد معناها بقى. معناتها اقول بما انه انت لازمتك انا لازمتي تفشير، اقول تفشير مهلا ودوه وياها وخاف على الدرب خطاري الفاحل. بعد قبل وهي ميته تعزب، وهي ميته تعزب، فين معزب يبقى معزب، يعزب للصديق وللغريب اي واحد، اي واحد عراقي وكان عراقي حطه على روسه، على روسه نحطه بعد ان تعرفنا ولد الملحه بدور قلبك الله يخليك. وهذا شاهدك يا حسين موجود، بقى مجدك ومجد اعداك زايل، المن قاصدينك هالملايين والمن فارش القاع العوايل، نور بحضرتك يطلع بالغروب شمس وطال ظهرها للسنابل. بهذه الكلمات ممكن راح اختم حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم، عندنا بعد فيديوهات، عندنا بعد مواضيع، لكن الوقت لا يسعف كي نظهر كل ما وجدنا من فيديوهات ومن أخبار ومن تفاصيل معينة تخص الزيارة الأربعينية. نسأل الله الثبات والعودة كل عام للزيارة الأربعينية. مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسمة التي كانت مخصصة حول الزيارة الأربعينية. إن شاء الله الكل يعود ل منازله ويعود لدولته سالم غانم، وإن شاء الله العودة كل سنة. مشاهدي الكرام وصلنا للختام، حتى ذلك الحين أقول لكم في أمان الله.